السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم متواجدين في ساحل أراكلي. الساحل هذا ساحل رائع جدا ورايق. الميزة الحلوة في ساحل أراكلي اللي انتم شايفينه، الإطلالة الحلوة الجميلة على البحر. متواجدين زي ما قلت لكم على ساحل أراكلي، جايين نصور لكم مشروع فخم ومشروع راقي جدا. المشروع اسمه مشروع إليت محل. الخدمات اللي موجودة في المجمع أو في منطقة أراكلي زي ما انتم شايفين، عندنا كافيه وسوبر ماركت بالإضافة إلى فندق فخم جدا موجود بقرابة تقريبا 200 متر قريب مننا. بالإضافة إلى ذلك شاطئ السباحة اللي موجود خلفي. مشروع عبارة عن مرحلتين، مرحلة الأولى ومرحلة ثانية، وفي تقريبا 8 إلى 9 فلل. الفلل أتوقع أنها تم بيعها حاليا. بنصور لكم شقق 3 غرف صالة، نديكم تفاصيلها على المجمع على طول. تفضلوا معنا شوفوا مع بعض الإطلالة في المجمع بالإضافة إلى تفاصيل كاملة عن الشقة. وصلنا عند الشقة النموذجية. زي ما انتم شايفين في كل دور في شقتين. نصور لكم الشقة هذه، شقة 3 غرف وصالة بمساحة 165 متر مربع. يسارا على طول عندنا الغرفة الأولى. زي ما انتم شايفين غرفة يسع لسريرين ودولاب، وإطلالتها جميلة جدا على الطبيعة. نطلع من الغرفة هذه نجي هنا على المطبخ. زي ما انتم شايفين مساحة المطبخ جيدة وحلوة، دواليب راكبة ذات جودة عالية وكواليتي ممتاز، ولها مخرج على البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، وإطلالة المطبخ أيضا على الطبيعة. نتوكل على الله على الصالة. نطلع من المطبخ نيجي على الصالة. زي ما تشايفين مساحة الصالة نقدر نقول من 30 إلى 35 متر مربع. الأرضية كلها باركيه بالإضافة إلى عندنا ورق الجدران الفاخر وإنارات ليد مخفية، وعندنا مخرج للبلكونة من الطرف هذا. نجي هنا على البلكونة نشوف الإطلالة الجميلة والرائعة. بسم الله ما شاء الله. يحتاج لنا هنا بس مرجيحة وكاسة الشاي وكاسة القهوة ونستمتع بالإطلالة الجميلة الحلوة. نطلع من الصالة نكمل تفاصيل باقي الشقة. يسارنا عندنا زي ما انتم شايفين المنطقة هذه، الأرضيات كلها باركة درجة أولى، وعندنا منطقة حلوة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. وعندنا الحمام الأول وانتم بكرامة. بجوارها دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، مساحتها كبيرة وجيدة، فيها مروش، وعندنا المغسلة والكلوزيت. نطلع من دورة المياه وانتم بكرامة، نتوجه إلى غرفة الثانية. الغرفة الثانية زي ما انتم شايفين يسع لسريرين فردية بالإضافة إلى دولاب، وإطلالتها كذا جاية إطلالة جميلة على البحر. وأخيرا وليس آخرا نتوجه إلى غرفة الماستر. زي ما انتم شايفين مساحة غرفة الماستر جيدة، يسع لسرير وكومودينات، وعندنا دولاب، ونقدر نحط هنا تسريحة، بس هم حاطين مو حاطين تسريحة. الشقة هذه شقة نموذجية، قلنا أصور لكم عشان تشوفوا مساحات الأثاث في الشقة.
والبلكونة الخلفية هذه كمان لها إطلالة جميلة وحلوة على البحر. مساحة البلكونة جيدة، ما نقدر نقول إنها كبيرة، يعني نقدر نقول متر ونص في متر ونص، بس الإطلالة حكاية، إطلالة خلابة على الطبيعة وعلى البحر. استمتعوا بالإطلالة هذه من بلكونة غرفة النوم الماستر. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، وأيضا تحت الفيديو موجود تفاصيل العقار والأسعار أيضا موجودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.